وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم عن حكم البصق أو البزاق في إلى اتجاه القبلة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وللحديث شاهد بلفظ: يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وفي هذا الحديث دلالة على تحريم البصاق للقبلة مطلقا سواء كان في المسجد أو في غيره. وكما قال الإمام الصنعاني في سبل السلام، وقال أيضا: وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو في غيره. والأحاديث الدالة على النهي عن البصاق في اتجاه القبلة كثيرة مشهورة جدا في الصلاة، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: إذا بزق فليبزق عن شماله تحت قدمه. فليتنبه المسلم إلى ذلك، وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس سواء كان في الشارع أو في المسجد من باب أولى. لكن يباح له البصاق عن يساره تحت قدمه كما جاء الدليل في ذلك. وأيضا عن عبد الرزاق الصنعاني أخرج عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة. وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى أيضا عن ذلك. وفي مغني المحتاج لمعرفة الفاضل من هذه الشربيني: ويكره البصاق عن يمينه وأمامه وهو في غير الصلاة أيضا، كما قال المصنف خلافا لما رجحه الأذرعي تبعا للسبك من أنه مباح، لكنه محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجها القبلة كما بينا سابقا. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. وبالنسبة للحديث اللي ذكرناه نحن آنفا، هو حديث حذيفة ابن اليمان: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلته بين عينيه. وأيضا الحديث الآخر: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة أيضا يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وهي أيضا عند ابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا، والحديث يعرض بعضها بعضا. ولذلك الإنسان ينهى أن يبصق في اتجاه القبلة سواء كان في المسجد أو في غير مسجد مطلقة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.